ارحب بالحضور وارحب بمثقفي وفنادي مدينه طنجه على حضورهم للاحتفال بهذا المركب الثقافي الاصيل والجميل. يحضر معنا عمده مدينه طنجه السيد البشير العبدلاوي. مرحبا بكم جميعا في المركب الثقافي احمد مطمخ، واخص بالذكر كذلك لترحاب عائلة المرحوم احمد مطمخ. مرحبا بكم جميعا. ابنة الاستاذ مطمخ السيدة نازل مطمخ ولها الكلمة. والموسيقى الكلاسيكية والفن الاداب والديكور وحبه الكبير للفنون الجميلة والمسرح. سأضع بين أيديهم مكتبة المرحوم كهيبة منا للمركز.